السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الشروق. نستهلها بالعناوين: مجلس السيادة يتسلم مذكرة من أعضاء مبادرة أهل الخرطوم بالريف الجنوبي حول قضايا السلام والمنطقة. هديل أنور تفوز بلقب بطل تحدي القراءة العربي، ووزارة التربية والتعليم تقرر تأجيل موعد امتحانات الشهادة السودانية إلى 12 أبريل. السودان وأثيوبيا يبحثان تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي مع ولاية القضارف. أهلا بكم مشاهدينا. تسلم عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق طاور مذكرة من أعضاء مبادرة أهل الخرطوم بالريف الجنوبي حول قضايا السلام والحكم ومعاناة أهل المنطقة. وقال عضو المبادرة إبراهيم عدلان إبراهيم في تصريح صحفي عقب لقاء الوفد عضو المجلس السيادي إن اللقاء تناول مشاكل خدمات المياه والتعليم والفقر والأراضي المنزوعة عن المواطنين قصرا بالريف الجنوبي. وقال عدلان إن عضو المجلس السيادي تعهد بالاهتمام بكل ما ورد في المذكرة بتنسيق مع والي الخرطوم لاتخاذ الإجراءات المناسبة. تم تسليمه مذكرة ضافية شملت كافة مطالب أهل الخرطوم فيما يتعلق بالمشهد السياسي ومتعلق بمحاور السلام القادمة ومتعلق بكل قضايا الولاية وتمثيل إنسان الولاية في مستويات الحكم وفي شكل الظل الإداري الموجود في الخرطوم. وتحدثنا عن معاناة أهل الخرطوم في الأطراف وفي قاصي المدينة، وفي تحدثنا أيضا عن دور أهل الخرطوم في الثورة وفي النهوض بالفترة الانتقالية. وجهت عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى شركة السكر السودانية بالاهتمام بأوضاع العاملين في مصانع السكر بالبلاد ومراجعة أجورهم. واطلعت خلال لقائها بالقصر الجمهوري المدير العام لشركة السكر السودانية سيف الدين سليمان تنويرا عن أداء شركة السكر السودانية وبداية موسم الانتاج 19 و2020 و2000 الذي انطلق بمصنع سكر الجنيد. وأوضح سيف الدين سليمان في تصريح صحفي أن عائشة موسى أبدت اهتماما خاصا بالأسعار المتوقعة لإنتاج هذا الموسم، مشيرا إلى أن تحديد الأسعار لم يكتمل حتى الآن لاعتماده على التكلفة النهائية في موازنة العام 2020 و2000. وأضاف أن الاجتماع استعرض التحديات التي تواجهها الشركة والتي تتمثل في الإعفاءات الجمركية ودعم أسعار الوقود الذي يتم به تزويد المصانع. منحت جامعة كراري درجة الدكتوراه الفخرية في الدراسات الاستراتيجية لعدد من قادة القوات المسلحة السابقين تقديرا لإسهاماتهم في تحقيق الأمن الوطني وبناء وتطوير القوات المسلحة، وذلك بحضور رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة. ومثل المكرمون بمنحة الدكتوراه حقبا مختلفة في تاريخ القوات المسلحة، وهم الفريق الركن مزمل سلمان غندور والفريق أول ركن عبد الماجد حامد خليل واللواء الركن أبو جرون عبد الله أبو جرون. دشن رئيس المجلس السيادي الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان صالة العرض الرئاسية ومعارض التشكيلات والوحدات المشاركة في احتفالات القوات المسلحة بالعيد 65 للجيش السوداني، وذلك بالمتحف الحربي بضاحية بحري. وأكد وزير الدفاع جمال الدين عمر أن القوات المسلحة باقية على عهودها في الزود عن حياد الوطن وسلامة شعبه بمهنية واحترافية عالية، وأكد أنها ستظل مدافعة عن مكتسبات الشعب للعبور بالوطن إلى بر الأمان. اليوم انطلقت فعالية أخرى للقوات المسلحة تجسد الإبداع في نسخته المصورة والمجسدة والموسغة، افتتاح الصالة الرئاسية لعظماء القادة العسكريون والمعرض المصاحب لوحدات القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، حيث درجت إدارة المتاحف والمعارض والتاريخ العسكري على التوثيق لتاريخ القوات المسلحة، جمعت فيه بصمة الإرث الحربي من كل الوحدات، وكان الإنجاز إنشاء دار الوثائق الحربية التي حوت جميع الوثائق والمخطوطات الحربية، ويعتبر هذا الإنجاز
فخرا للقوات المسلحة السودانية. أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قرارا بإعفاء لمياء عبد الغفار خلف الله من وظيفة الأمين العام للمجلس القومي للسكان. ووفقا للقرار تم تعيين وصال حسين عبد الله أمينا عاما للمجلس، وذلك بناء على توصية وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية. ووجه القرار وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ. قرر مجلس امتحانات السودان بوزارة التربية والتعليم تأجيل موعد امتحانات الشهادة السودانية إلى 12 من أبريل للعام 2020. وانعقد اجتماع مجلس امتحانات السودان بوزارة التربية والتعليم برئاسة وكيل الوزارة تمادر الطريفي عوض الكريم. وقرر الاجتماع بعد نقاش مستفيض حول موقف المقررات الدراسية وظروف الطلاب حتى يتمكنوا من مراجعة الكاملة للمقررات والتركيز استعدادا للامتحانات. وبذلك تقرر تأجيل موعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية للعام 2020 إلى الأحد 12 من أبريل 2020 بدلا عن الموعد المقرر يوم السبت 9 من مارس 2020. أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة تحدي القراءة العربي فوز السودانية هديل أنور بلقب بطلة تحدي القراءة العربي للعام 19 و2000. وأعلن فوز هديل أنور بلقب بطل تحدي القراءة العربي خلال الحفل الختامي لتحدي القراءة في موسمه الرابع الذي أقيم تحت رعاية وحضور الشيخ محمد بن زايد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واستضافته دار الأوبرا في دبي. وكانت هديل وصلت من أم درمان إلى دبي بعد قراءتها نحو 50 كتابا مكنتها من الفوز بالبطولة في السودان، وهو ما أهلها للمشاركة في التصفيات النهائية من بين 16 بطلا شاركوا في المسابقة هذا العام ممثلين لبلدانهم. أصدر تيار نصرة الشريعة ودولة القانون بيانا دعا فيه التربويين والمعلمين إلى الوقوف بقوة لمواجهة ما وصفه بمشروع تجريف قيم الأمة وثوابتها في مناهج التعليم. كما دعا أولياء الأمور للاطلاع بدورهم في الدفاع عن تعليم أبنائهم ومستقبلهم، باعتبار أن العملية التعليمية ليست حكرا على الجانب الحكومي وإنما هي تعبير دقيق عن ثقافة الشعب وقيمه بحسب البيان. وطلب البيان الحكومة الانتقالية بضرورة إقالة مسؤولين رفيعين بوزارة التربية والتعليم وصفهما بأنهما خاطر على العملية التعليمية. وقال رئيس التيار محمد عبد الكريم في مؤتمر صحفي إنهم مع إقامة مؤتمر دستوري تلتقي فيه كل القوى السياسية الحية في السودان لتبحث عن مخرج آمن للبلاد، وأن الحل في الكل الذي يشارك في صناعة المستقبل الذي تتحقق فيه العدالة التي نادى بها السودانيون. لا نتحدث عن حكومة معينة ولا عن وجهة معينة، قدر ما نتحدث عن خارطة الطريق ومحددات وموجهات عامة، إنه يكون في مؤتمر جامع لكل المكونات السياسية في أنها تضع خارطة الطريق بالنسبة للفترة الانتقالية. وبعد ذلك أيضا نفس المؤتمر الدستوري هو الذي يحدد ما يتعلق بقانون الانتخابات، لأنه ده أخطر قضية في الفترة الانتقالية مع العبث، خوف من العبث بالقضايا التشريعية اللي هو التدخل في القانون الانتخابات وتفصيل هذا القانون على مقاس معين. شكى عدد من المواطنين في ولاية الخرطوم المعاناة المتصلة والمتفاقمة لأزمة المواصلات وعدم تمكنهم من الوصول إلى وجهاتهم دون معاناة، هذا بالإضافة إلى جشع السائقين في زيادة التعرفة وتجزئة الخطوط بغية التكسب في ظل عدم وجود الرقابة. يأتي هذا في ظل جهود بدأتها الحكومة بإنزال العربات الحكومية واستعدادها لتدشين القطار. بالله أول حاجة يرخونا ناخذين كل بوا، ما بقى لنا نظارة بياناتنا، ما بقى لنا نظارة بياناتنا بس. إنها صرخة مواطنة بعد أن تفاقمت أزمة المواصلات في الفترة الأخيرة بولاية الخرطوم، مما خلق معاناة لدى المواطن الذي بات يشكو في صباح كل يوم من عدم قدرته في الوصول إلى مبتغاه. ما في مواصلات. سألتك شنو أنت؟ أنا اللي سألتي أنا لازم المواصلات دي
حلوا مشكلته والعلاج هذا زي ما قلت لك هو الدوايان شايل فيه يدي وكله ده كله علاج كويس. ومن الصباح انا دار كسر في الدواء وهسه انا واقف عشان الحق امشي بيتنا يا اخي. ما حرام عليهم يا اخوان، ما حرام عليهم. في اقرب حته هنا في 13 المغاربه بعد كوبري المنشيه بركب اربع مرات عشان اصل البيت ذهابا وايابا، بعاني معاناة اصلا معقوله يعني. والبعض يقول ان سائق المركبات وبالرغم من مضاعفة الاسعار الا انهم يقسمون الخطوط بغرض التكسب في ظل عدم وجود رقابة صارمة. يعني الناس بقت تتمنى فينا يعني الكريز الايام العادية بقول بعشرة بالليل بعد الساعة 10 12 بقول ركب ب 30. نحن دارين نعرف وين الرقابة، وين المذولين من الحتة دي، وش ناس قاعدة في مكاتبها وتركب في عربات سارينا وعربات الكبيره وما عارفين الشعب. هو الشعب هو الحاكم في السودان. بعدين يا اخي ما ممكن نحن شعبي كده كسوداني، شعبي سوداني كده، اي واحد تعريف يعملوه على كيفهم، مواصلات يمشوا يقطعوا لك المسافه، جاي معاك تركب النفق تركب الصينيه كوبري جوين تركب بدلتي كوبري من شرق على 13، خمسه مواصلات سته مواصلات عشان تصل بيتكم. يا اخي انت لو مارق عندك محاضره الساعه 7 الا تمر من 5 صباحا، ولو جاي بالليل من انتهيت الساعه 6 توصل الساعه 10. أنا والله أشوف الحياة دي إنه دار لها حل جذري وحس لها جدا والله. وهذه الحالة خلقت تضجرا لدى المواطن، مما جعلت الحكومة تفكر في حلول عاجلة بإنزال المركبات الحكومية إلى المحطات والمواقف لنقل المواطنين وإدخال القطار في الوقت القريب. وربنا نسأل الله إن يوفر لنا هذا الوقود الجاز والبنزين لهذا المواصلات ولهذا المواطنين. يعني نحن تعبانين والله، تعبانين تعب شديد، انا كمواطن او كسواق برضو تعبانين والله، مرات نقيم في صف البنزين بالنسبة للأزمة بتاعت البنزين، وبرضو ناس الجهاز ناس الحافلات ناس المواصلات العامة الحافلات برضو شايف انا في صفوف كثيرة جدا جدا. وتبقى مسألة أزمة المواصلات تحتاج إلى حلول جذرية ونظرة فاحصة حتى يجد المواطن وسيلته بكل سهولة ويسر. ناجي فاروق الشروق، الخرطوم. وللقاء مزيد من الضوء حول موضوع المواصلات بولاية الخرطوم ينضم إلينا داخل الاستوديو الخبير في مجال النقل والمواصلات المستشار الاقتصادي ياسر محمد عثمان. أهلا بك سعادة المستشار. مرحبا بك أستاذة هيام، ومرحبا بالشاهد المشاهدين قناة الشروق، ونشكر قناة الشروق لاهتمامها بحال المواطن. اولا يعني احب اوضح حاجه انه ده فيما يخص مشكله المواصلات، يعني المشكله المتازمه المتفاقمه يعني في كل يوم هي مشكله مستمره. نعم. اول حاجه انه يعني احب انبه شيء مهم جدا وللسيد المواطن، انه اقول له انه الدوله على كل اجهزتها من اعلى مستوى المستوى السيادي مجلس الوزراء الولايه كلهم يعني واقفين على قلب رجل واحد على هذه المعاناة. وتم تشكيل لجنة بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء في مجلس الوزراء برئاسة أخونا الدكتور وزير الحكم الاتحادي يوسف الضي، وإنهم هذه اللجنة الآن برئاسة أخونا يوسف الضي هي الآن بتعمل عمل ميداني مباشر، كذلك يعني برفقة أخونا السيد الوالي أحمد عبدون، يعني كل الأجهزة التنفيذية في الدولة لمتابعة الموضوع على أرض الواقع، على أرض الواقع خطوة بخطوة، يعني كل ساعة في تقارير بتترفع مباشرة، عارفين الأزمة تماما وعارفين تفاصيلها وعارفين يعني حاسين تماما بالمعاناة الحاصلة للمواطن. الأزمة دي أختي الكريمة أستاذة هيام هي ما أزمة جديدة للأسف الشديد، هي أزمة قديمة وكانت تسببت فيها السياسات الخاطئة السابقة منذ أن أعلن الوالي السابق في العهد المخلوع عبد الرحمن الخضر إنه ما عاوز أي حافلة في ولاية الخرطوم وإنه عاوز يجيب البساط. يعني باعتبار انه الحافلات تتبع لمجموعات اهليه، نعم، والبساط ستكون حكوميه. يعني باعتبار ان القطاع سيكون قطاع خدمي حكومي، قطاع خدمي حكومي. وللاسف الشديد لما هم انتهجوا السياسه في الدخول في هذا القطاع، هم ما انتهجوها سياسه انه هو دخول هو يعني خدمي، هم اخذوه من المنظور الاستثماري، فدي كانت المشكله الكبرى، ما وفروا المواعين اللي بتغطي الحاجه بتاعت الولايه. هنا الحفلات الموجودة كلها جزء كبير جدا، احنا كان عندنا 24 ألف حفلة في ولاية الخرطوم، نعم، انخفضت ل 17 ألف
ده جزء من مشكلة المواصلات الآن الحادثة الآن يعني؟ الآن لأنه القطاع الأهلي في ولاية الخرطوم بيمثل 95% من 98% ل 95% من النقل الرئيسي هي الحفلات الأهلية. إضافة لأنه حتى البصات جات كل الشعب السوداني يعرف أنه الشيء الحاصل فيها والمستوى بتاع العضب اللي كان موجود في البصات جات. الآن تغلصت قيمة كمية البصات كمية الحفلات الموجودة. لماذا؟ تغلصت نسبة الارتفاع الإزبيرات. أصبح الآن إحنا حالياً الآن عندنا 9000 حافلة دي مملوكة لمواطنين سودانيين ولأسر سودانية، دي الآن متعطلة ووقفة ما بين الحواري وفي المناطق الصومالية بسبب الإزبيرات. إضافة إلى ذلك لا توجد البصات نهائياً غير إن هي البصات الجات الأسي بدت تتوالى إلى ولاية الخرطوم الحالية الآن ظهرت الآن في الشوارع. شكلها كيف البصات؟ بصات صفراء مكتوب على شركة مواصلات ولاية الخرطوم فيها باب واحد وبتكون الآن هي الآن مرة في الشوارع هذه البصات. السبب الثاني حقيقة تداخل الاختصاصات اللي هو سببه الحكم المحلي. ولاية الخرطوم بتختلف عن الولايات الأخرى، يعني ولاية الخرطوم لذات خصوصيتها ما بين كل العاصمة. محلية ومحلية في الفارق بينهم شارع. فتدخل الاختصاصات تحت مظلة قانون الحكم المحلي، كل الصلاحيات بتاعت النقل في ولاية الخرطوم انسحبت من المركز من إدارة النقل العام لولاية الخرطوم ونزلت عند المحليات. نزلت عند المحليات، أصبح هنا يعني ما في كنترول يعني على هذه المسألة بصورة، كل محلية بدأت تشرع على ما يخدم محليتها الخاصة. دي جزء من الأسباب. الجزء إضافي الحركة في الأسواق، يعني ناس الآن كل المجاري بتاعت الحفلات في كل الأسواق في ولاية الخرطوم الآن بدون فرز ابتداء من كركر إلى آخر موقف بتلقى إنه هذه الأسواق الآن بيقوا قافلينها الفريشة، فده جعل إنه الحافلة ما تستطيع إنها تدخل في المجرى وتجيف تريح شويه وتشحن الفرده بتاعتها وتطلع. خلي الناس حب الحفلات الان الشغل بتاعهم شغل بقى دائري، هو شغل دائري لكن ليس لخدمه الناس. يعني المشكله انه ما زالت المشكله موجوده، وانه نعم. يعني ليس هنالك من يود ان يخدم الناس. يعني انا اريد ان اتكسب، نعم. اشرع ما نعم. ما اريد اخذ نعم. تعرفه كما اريد واذهب في الخط نعم. واقف حيث اريد. يعني ليست هنالك اي رقابه. اين الرقابه؟ يلا زي ما ذكرت لك الان كونه الغطاء ده نزل للمحليات هنا يتفقد الكنترول، بقى ما في اي رغبة. يعني بتلقى انسان شغال مرخص الكلاكلة ممكن يكون شغال سوق ليبيا ومبدا سوق ليبيا بحر، يعني بقى ما في رغبة على المساله دي. والظروف اللي حصلت المره تسي في الفتره الاخيره للبلاد والتغيير وكذا وكذا خلى اي انسان يشتغل من يشاء. لكن حقيقه انا اوعد الشعب السوداني الان ومواطن ولايه الخرطوم الان بالتحديد الان في حلول ناجعه واقفه عليها الدوله ومجلس الوزراء. احنا لان اليوم كنت مع سيد رئيس لجنة مواصلات بمجلس الوزراء في حلول الآن، فتشهد التنفيذ إن شاء الله من بداية الأسبوع القادم. عندنا الآن اجتهادات السيد الوالي دج هو الجهاز الحكومي ماشيين بالإجراءات الحكومية. عندنا الآن مشروع الغطار ده حينزل الآن في نهاية هذا الشهر كما أعلن عنه السيد الوالي. الغطاء، ما هو الغطاء للتفصيل يعني؟ الغطار اللي هو حيشتغل من شمال أم درمان من شمال الخرطوم للخرطوم ومن الخرطوم لجنوب الخرطوم، وهي تجربة كانت حصلت قبل كده وكان واجهها بعض العضب، ولكن الآن التجربة الناس استفادت من الأخطاء السابقة. دي هي المرحلة الأولى. جاهز يعني القطار جاهز والطريق جاهز وكل الأشياء أيوة موفرة. نعم، أعلن عنه السيد الوالي أعلن عنه في الأيام دي، وهو إن شاء الله في نهاية هذا الشهر حينزل الخدمة إن شاء الله. أسي الآن الحمد لله من منظمات المجتمع المدني الآن تدخلت الآن بمبادرة كبيرة جدا، يعني بدت مناقشتها من الأمس إن شاء الله سوف تكتمل مناقشتها في الأسبوع الجاي. يكون هناك جهاز رغابي كامل لهذا الغطاء عشان من خلاله نعالج به تقطع يعني الحافلة بقت تقسم الخط تجزئ الخط لثلاث أربع مراحل. فهذا الجهاز هو حيكون دوره من أول المحطة لحد آخر المحطة لتجزئة الخط. في تكاتف الآن بتاع صدر من الأخ من السيد الوالي تكاتف الآن لكل الأجهزة في الولاية لمعالجة الأسواق لمعالجة الأسواق وإزاحة كل الفريشة في المواقف والفريشة الفرشين في المواقف عشان تتح فرصة للحفلات إنها تدخل في المجرى بتاعها. تيسرت الحفلات يا سعادة المستشار، يعني أصلا هي الحفلات ليست موجودة؟ لا، هو الآن في برنامج الآن تم إعداده بإذن الله تعالى، يعني في خطتنا إنه إعادة ما بين 500 ل 1000 حفلة في خلال أسبوعين إن شاء الله. دي إنها حيتم صيانتها وإعادتها الآن للخدمة. أرجو أن نجلس يعني يوما من الأيام
المياه في هذا المكان قريبا، ونتحدث عن مترو أنفاق، ونتحدث عن أشياء وصل إليها الناس ونحن يعني أجدى أن نصل إليها. والله ياخدي في الخطط، في الخطط المستقبلية للنظام الحاكم العاوز يخدم المواطن ويخدم البلد إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا سعادة المستشار في مجال النقل والمواصلات المستشار الاقتصادي ياسر محمد عثمان، كنت معنا داخل الاستوديو هذا المساء، حياك الله. بحث اجتماع المراجعة السنوي للخطط المشتركة بين حكومة السودان ومنظمة يونيسف أولويات خطة العام 2020 في مجال حماية الأطفال. وأكدت الأمينة العامة لمجلس الطفولة القومي سعاد عبد العال الدور الذي يطلع به الشركاء في حماية ورعاية وتنمية الطفولة، داعية إلى إحكام التنسيق لإحراز نتائج أفضل في قطاع الطفولة. وطالبت سعاد يونيسف بلعب دور أكبر في دعم آليات التنسيق للقيام بدورها كاملا، واستعرضت أولويات الطفولة في المرحلة الانتقالية والتي تم تضمينها في البرنامج الإسعافي للحكومة الانتقالية لمدة 200 يوم. من خلال الاجتماع نحن بنسعى لأننا نهدف لاستغلال آراء حول أولويات خطة العام 2020، وكذلك أهمية الاجتماع بتكمل في أن الاجتماع ده بيمثل قطاع الحماية بس، وهو قطاع الحماية من القطاعات التي تتكامل فيها المسؤوليات والمهام في عدد من المؤسسات والجهات الحكومية، بالإضافة للدور الكبير الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني. نتوقع أن الاجتماع يخرج بإطار عام للخطة بتاعة 2020 متمثلة في الأولويات بتحت الطفولة للمرحلة الانتقالية. أمن الجانبان السوداني والإثيوبي على الدفع قدما بالعلاقات المتميزة بين الدولتين والسعي لتنفيذ كافة الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين الجانبين من أجل مصلحة شعبي البلدين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع والي القضارف وسفير دولة إثيوبيا لدى السودان، والذي استعرض سير تنفيذ الاتفاقيات خاصة المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي. وقال نصر الدين عبد القيوم والي القضارف إن الاجتماع اهتم بتنشيط وتفعيل القوات المشتركة من أجل تأمين الشريط الحدودي ضد عصابات الإتجار بالبشر والمخدرات وتهريب البشر، إضافة للحد من نشاط الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن الاجتماع أمن على استئناف اجتماعات اللجان الحدودية على كافة المستويات مع الاتفاق على دورها الإيجابي في حل كافة المشكلات التي تعترض أمن وسلامة الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا. كان اجتماع مثمر، يمكن اتفقنا فيه على إعادة اجتماعات اللجان الحدودية بين المحليات واللجان بين الولاية والأقاليم الإثيوبية. كذلك يمكن وصلنا لتفاهمات وفي عملية مكافحة تجارة يمكن البشر وتهريب الأسلحة وتهريب المخدرات، إنه لابد يكون في تنسيق بين الجانبين لتبادل المعلومات. كذلك يمكن هنالك يمكن اتفاقية يمكن وقعت في الفترة السابقة، سوف نزع إن شاء الله تنفيذها، اللي هي نشر قوات مشتركة في الحدود بيننا وبين الجالية الإثيوبية. كذلك هناك في اجتماعات على مستوى الوزراء وعلى مستوى الحكومة لمناقشة قضايا يمكن متعلقة بترسيم الحدود. في السياق عزز السفير الإثيوبي من التعاون الإيجابي بين الدولتين، مؤكدا حرص دولة إثيوبيا على استقرار السودان، مشيرا إلى أنهم اتفقوا مع الجانب السوداني على تنشيط العمل في أمن الحدود من أجل القضاء على كافة الظواهر السالبة وعلى رأسها الإتجار بالبشر وتهريب السلاح. هذا الاجتماع هو اجتماع كان مفيد بالنسبة لكل الأطراف، وناقشوا فيه كثير من الأشياء المتعلقة بالحدود، وهي إشكالات والحدود هي حدود كبير جدا وواسع بين كلهم، فسذلك نعيشهم في شعب واحد وبلد واحد، ويغرقنا عملية تهريب البشر وتهريب السلاح، وهنالك بعض الأشياء نحن نعمل عليها مع بعض. وكذلك في هذا الاجتماع أجدنا أنه دور القنصلية هو دور كبير جدا، ونتمنى أنه الناس تتعامل مع هذه القنصلية لمحاربة كثير من تهريب البشر والسلاح. ومن جانبنا هنالك حوارات غائمة وحوارات جارية ومناقشات جارية على مستوى الوزراء وعلى مستوى الولايات وعلى مستوى المحليات وحتى على مستوى الوحدات الإدارية، فهناك اجتماعات مستمرة وجارية ونحن على استمرار في هذه الحوارات.